إذا شارك حزب الحرية والعدالة في الحكومة السياحة ستتعصب. وأنا أقول نعم ستتعصب. ستنطلق بعون الله إلى آفاق لم نراها من قبل إن شاء الله. إذا كان يأتي لنا اليوم 12 مليون سائح أو 14 مليون سائح، أن نصل إلى 20 مليون ليس بعيدا، ممكن إن شاء الله، وبالحساب وبالتخطيط وبالأرقام. لسنا أقل من تركيا ولسنا أقل من إسبانيا. إذا كان يدخل لنا دخل سياحي النهاردة لا يتجاوز حوالي 12.5% من الدخل القومي، هذا قابل أن يرتفع بإذن الله إلى 20 و22 و23. وليست مسألة أماني أو أحلام ولكنها حسابات. دخلنا السياحي النهاردة لا يتجاوز 1000 دولار للسائح. اضرب دايما عدد السائحين في مصر بالمليون في 1000 دولار يطلع لك الدخل السياحي. الكلام ده على فكرة ثابت بقاله كذا سنة، الإحصاءات بتقول كده. أيوة ممكن يكون كده أما تكون الغرفة في الأجداء بتتباع ب 12 دولار فول بورد. مظبوط ولا مش مظبوط؟ لأن القيمة التي نبيعها ليست هي قيمتها الحقيقية. أنا بشبه قطاع السياحة في مصر بالرجل الذي ينام في بيته على كنوز من الذهب والفضة وحاله حال فقر. نحن نملك الكثير لكي نصل إلى المستوى العالمي الذي ذكره أحمد الإمام. نحن نملك كل طبقات التاريخ بدءا من العصر الحجري إلى العصر المسيحي إلى اليوناني الروماني إلى الإسلامي، كل هذه الطبقات نختزلها. مصر التي تملك طبقات التاريخ ومهد الأديان لا يمكن أن يكون هذا حالها بالنسبة للقطاع السياحي. في قرية صغيرة في جنوب فرنسا اسمها لورد، فتاة صغيرة من قرن مضى شافت فيها ضيف السيدة العذراء. بناء على هذه المقولة يزورها سنويا قرابة 2 مليون شخص. ونحن لدينا مصر مهد الأديان، نحن عندنا رحلة السيد المسيح الموثق فيها في كل كتب العالم والتاريخ والدراسات، مكان أول موطئ ليه في مدينة الفرمة في شمال شرق مصر. أعتقد أن الكثير مننا لا يعرف ما هي الفرمة، المدينة التي تختزل تاريخ مصر وطبقاته المختلفة. لدينا كل أنواع السياحة الممكنة، الثقافية والأثرية والتاريخية والبيئية، صحارى مصر المختلفة، كل هذه الطبقات وكل هذا التاريخ. ولكن تعالوا نشوف الهيكل بتاع السياحة في مصر. مصر اللي يطلع ان فيها تلت اثار العالم، مش بتكلم على تلت اثار العالم كم بس، لا بتكلم على كم ونوع. تعرفين نصيب مصر من السياحة الثقافية دي؟ السياحة الثقافية والتاريخية بأنواعها كلها 15%. 15% مصر التاريخ 15% من سياحتها سياحة ثقافية و85% سياحة ترفيهية. السياحة الترفيهية أهلا وسهلا، ده اتجاه عالمي مفيش خلاف عليه، ولكن أيكون مصر بتراثها العريق نصيبها فقط 15% سياحة ثقافية؟ ألسنا قادرين على تنويع المنتج السياحي إلى آفاق واسعة إذا قوينا السياحة الثقافية؟